متابعينا الكرام، زي ما انتم شايفين احنا في المقر للانتخابات، واليوم اول يوم. ما شاء الله الحضور والاقبال صراحه ما شاء الله، ما الناس كلهم جايين، وبنطالب كمان ان شاء الله يحضروا، اللي لسه ما حضروا يحضروا. العنصر النسائي مهم جدا، وكان في حضور جدا يعني ممتاز من العنصر النسائي. ومعانا هنا احدى ال السلام عليكم. بنسألك اليوم عن كيف كان اليوم الترتيبات، أو كيف كان الحضور العنصر النسائي، كيف كان حضورهم اليوم؟ الحمد لله، اليوم صراحة أول يوم، فاليوم أنجزنا، وفعلا النساء جو وحضروا وانتخبوا، وكان يعني سلس جدا، والحمد لله يعني ماشي تمام، يعني الحمد لله، يعني الناس كلهم متجاوبين ومتفاعلين، وما عندنا صعوبات أبدا، الكل يعني ماشي بترتيب والحمد لله. الحمد لله يعني. طيب كلمة وجهها للي لسه ما جو، كلمة توجهها للي لسه ما جو. نتمنى إنه من أخواتنا إنه يكونوا يحضروا ويجونا بكثرة، عشان إيش؟ لأنه اليوم وبكرة هو فعلا بس يومين وهينتهي طبعا، فنتمنى اللي جالسين في البيوت يسمعونا ويقوموا يندوا اللباس ويجونا ويحضروا بكثرة، وان شاء الله نبوتو. ومعانا هنا احدى المكاتب للترشيح، ونستضيف السيده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. والله ماشيين كويس تمام، مرتبين من امبار بالليل، رتبنا حاجاتنا كله. نينا برون نمره 9، رقم 9. والله الحمد لله رب العالمين، ماشيين كويس، الجمهور كمان جايين جاي ينتخبوا، الحمد لله. اليوم اول يوم، بكره كمان ان شاء الله نجي نستمر. كيف حضور العنصر النسائي، كان في حضور؟ حضور ما شاء الله، كان استقبلهم من عند الباب، رسلهم الباسات كله في الحارات، كله الباسات جاي يجيبهم، وما شاء الله كان استقبلهم قدام الباب، وماشيين امورنا كويس الحمد لله. بالتوفيق ان شاء الله. ايش تقولي للناس اللي لسه ما جو؟ في حريم لسه ما طلعوا، ايش تقولي؟ الحريم اللي لسه ما جو كمان اتصلنا عليهم، قلنا لهم تعالوا، قالوا خلاص نجوا ان شاء الله لين الساعه 8 نحن موجودين، قلنا لهم تعالوا لنا الساعه 8، لو ما قدرتوا جوتوا بكره حضور، بكره اخر يوم تجوا بدري، قلنا لهم كده كله اتصلنا عليهم ان شاء الله. ان شاء الله هم كمان ادونا رد كويس، قال ان شاء الله نحن جاهزين جايين. بالتوفيق ان شاء الله، شكرا.